أعلن وزير الصناعة والمعادن صالح الجبوري تشكيل لجنة تحقيقية في الوزارة للكشف عن أسباب الحريق في معمل كبريت المشراق جنوبي الموصل. الجبوري أضاف أنه وجه باتخاذ جميع إجراءات السلامة بعد الحادثة، وذلك لمنع تكرارها، مثمنا جهود الدفاع المدني التي بذلت من أجل إخماد الحرائق والجهود المساندة التي قدمت من مديريات البلديات والشرطة وإدارة نينوى، فضلاً على الدعم المقدم من إقليم كردستان، مبيناً أنه لولا تلك الجهود لحدثت كارثة حقيقية متمثلة باحتراق مادة الفوم والكبريت الحر في مخازن المعمل الرئيسية.